صباح الفل. النهاردة أول يوم رمضان، النهاردة هاخدكم معايا الحسين. أنا النهاردة عايزة أروح أماكن فيها حياة وفيها طاقة، واخترت الحسين تبقى المنطقة الأولى اللي ممكن أزورها. ودلوقتي رحنا وتمشينا بالعربية وطلعين الحسين. الحسين منطقة جميلة جدا، مليانة بالطاقة ومليانة بالناس كتير قوي، ناس كلها مختلفة بكل طوائفها. شوف الأماكن، شايفين التفاصيل، شايفين الحياة عاملة ازاي. أول يوم رمضان ده يوم جميل، دايما بنبدأ بطاقة مختلفة وبول مختلف وبروح مختلفة. يعني حاسس كده ان انا سعيد جدا ومتحمس اول التجربة، عايز اشوف الناس وعايز اشوف ايه اللي بيحصل. النهاردة كان يوم مشمس وحلو قوي وفيه طاقة حلوة. انا معايا جي معايا النهاردة دكتور بالنسبة لي مهم قوي، كان دايما بيبقى واقف معايا في الحاجات اللي انا ما بقدرش اكملها، وتفاصيل كتير ما بعرفهاش فبيساعدني فيها. دكتور علي هيبقى معايا برضو، هيشرح لك حاجات وبيصور برضو معايا. احنا النهاردة خدنا جولة جميلة. رحت قعدت اتفرج على الجوامع الأثرية، وقعدت اتكلم مع الناس واتفرج عليهم، وحبيت قوي زينة بتاعت رمضان، وحبيت التفاصيل، وحبيت اعرف كل مكان هنا عامل ازاي. اللي يحب يجي مصر لازم يجي الحسين، لازم يجي يتفرج على الجمال، ولازم يجي يتفرج على الفن الاسلامي العريق اللي عندنا. مش بس ان انا هتفرج بس على جمال التفاصيل اللي موجودة في المكان ولا الناس، ولا بس ان انا احس بالروح الموجودة في الحسين. انا حابب ان انا بس ادخل كمان التفاصيل الموجودة في المكان، واعرف ايه اللي موجود هنا، ايه المنطقة دي، وارسم الناس اللي موجودة فيها، ويعني احس شوية ان انا ليا انتماء من البلد دي بشكل كبير قوي، واتعرف عليها من جديد. كده تكون اليوم خلص، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، ويعني استنونا الحلقة بكرة.